السلام عليكم. طلع خالد الغامدي يوجه طلب إلى رئيس هيئة الترفيه، يطلب منه يبني كنيسة في الرياض. شوف، وجه الطلب لمن؟ لرئيس هيئة الترفيه. الظاهر يحسب الكنيسة فعالية أو مزار سياحي يكون في كل مدينة سياحية، فيبغى ينقل هذه الفعالية إلى موسم الرياض. هذا أول خير، باقي ما بدينا. الشيء الثاني، الكنيسة أساسا ما بنيت إلا لينكر فيها وحدانية الله، إلا الواحد منهم يدخل يقول الله مو واحد، الله ثالث ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. وبعدين جاب منطق أعوج، قال نحن نأكل من أكلهم ونتزوج منهم ونتعايش معهم ونزورهم يزورونا. طبعا هذا كلام كله صح، الله سبحانه وتعالى شرع لنا بهذه الأمور كلها، لكن بعدين قال ليش ما نبني لهم كنيسة بيننا؟ هو لو يعرف يعني شناعة القول اللي يقولونه في الكنيسة ما كان قال الكلام هذا. الله سبحانه وتعالى صور شناعة قولهم في آية، قال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شوف شناعة القول، هذه الآية مفترض ترعد في قلب كل مؤمن موحد. فكيف تبغى أن نتقبل هذا الشيء بيننا؟ لا، ونحن نبني له كنيسة بعد. فالله سبحانه وتعالى ما أتم على هذه البلاد وأسبق عليها نعمها ظاهرة وباطنة إلا بنعمة التوحيد، فنسأل الله أن يديمها علينا وأن يوفق ولاة أمر هذه البلاد اللي ما يحب ويرضى. لكن بعض الناس اللي راحت عنهم الأضواء وما فلحوا في مجالهم يرجعون للأضواء بدق الثوابت ويخشون في المسلمات على أساس ترجع لهم شوي من الأضواء، فنسأل الله السلامة.